من أحد مراكز الإيواء في شمال قطاع غزة، ومع أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك نرصد لكم عبر قناتي العربية والحدث أجواء الإفطار في أحد الفصول هنا والتي تأوي عددا من النازحين من مناطق شمال قطاع غزة، والتي تبدأ تجهيز وجبة الإفطار التي يمكن أن تكون متوفرة لديهم خلال هذه الأيام في ظل المجاعة التي تفتك في شمال قطاع غزة. إيش ممكن تكون سفرتكم اليوم في هذا اليوم؟ والله السفرة زي ما أنت شايف يعني هي طبيخ خبيزة والحمصيص، وحتى ذاك عنده خلص كمان الحمصيص والخبيزة، حتى كمان فقدنا أخونا اللي هو الله يرحمه الشهيد محمد قبل أسبوع، رحنا نجيب طحين وحملنا بدل من حمل طحين حملته شهيد عشان لقمة عيشنا. والوضع عندنا صعب جدا جدا، يعني الحياة المقومات الأساسية لرمضان انتهت نهاية خالص من قطاع غزة، يعني رمضان وقبل هي لأنه في شكل فيش مقومات أساسية للحياة، لا معلبات ولا طحين ولا طبايخ ولا إشي، يعني أنا في قطاع غزة ممسوح مسح من الأكل. طيب في مساعدات دخلت ووصلت حسب يعني ما بتقول المؤسسات والجمعيات، وصلكم أي شيء من هذه المساعدات خاصة مع دخول شهر رمضان؟ ولا أي مساعدة، حتى الآن مساعدات رسمية ما حدش دخل علينا أي مساعدات، لا جمعية ولا مؤسسات ولا مناطق ولا أي حاجة دخل علينا. إن شاء الله يا رب تدخل طريق مناسبة على طريق مثلا المعابر، معبر رفح أو معبر الكرم أبو سالم، تدخل بشكل رسمي والناس كلها تأخذ رسالتنا للشعوب العربية كلها تقف معنا مع قطاع غزة. يعني أنت شايفين الوضع كل يوم بيستاز سوء في طبعا في الحياة المقاومة الأساسية، ظروف معيشية صعبة وإنسانية يعيش المواطنون هنا في شمال قطاع غزة. ما قبل رمضان هو كمثل رمضان حاليا، لا يوجد أي موارد أساسية يعتمد عليها السكان، فهم يحاولون أن يتدبرون أمورهم يوما بيوم في محاولة لإعادة أطفالهم وإطعامهم ما يمكن أن يجدوا في السوق. من شمال قطاع غزة، عبد القادر صباح لقناتي العربية والحديث.